منذ سنين لا يزال بعيدا ملحوظا بجهة المغرب عبر الامتيازات المتكاملة بكتب يعني من الجانب الدبلوماسي مرورا بالجانب يعني الأمني يعني من خلال تطوير الإجراءات الأفريقية ثم الهجوم المتعرض للطغيان ديال المقر ديال الحرب في الحدود المغربية والذي لم يسأل عن سيئة الحياة واليوم كيطبيعة الحدث اليوم في إطار السلسلة المتكاملة للاستفزازات التي يقوم بها حكام الجزائر تجاه المغرب. الأسباب هي متعددة يمكن نحطها في سببين رئيسيين. السبب الأول وهو أن الحضور القوي للمغرب في إفريقيا يعني يضغط بشكل كبير جدا لحكام الجزائر. الجانب الثاني وهو أن كاين ظرف في السياق اللي كتجي فيه هذه الحادثة وهو السياق ديال الأزمة الخانقة التي تتجاري النظام الحكومي في الجزائر. اليوم يعني وصلت الأزمة إلى واحد المستوى غير مسبوق أن يؤدي بانفجار الجزائر. في مشكل آخر وهو الخروج ديال الأمن الجزائري، الخروج ديالو يعني في مؤسسة احتجاجية. كلما كانت هناك أزمة داخلية في الجزائر إلا ويمكن صرف الأنظار عن طريق يعني استفزازات معادية للمغرب.